وأنا أقول الإخوان الذي يقصر ما نسقطه نهلكه، الذي يخطئ منا ما نهلكه، وبارك الله فيكم. نعالجه باللوط والحكمة ونديه المحبة والمودة إلى آخره حتى يؤوب، وإن بقي فيه ضعف ما نستعجل عليه، وإلا والله ما يبقى أحد، ما يبقى أحد. الآن في ناس يطاردون، طاردون السلفيين حتى أتوا إلى العلماء وسموهم مميزين، بارك الله فيكم. فالآن ما بقي في الساحة عالم تقريبا إلا طبعا هي طريقة الإخوان، طريقة أهل البدع، طريقة البدع من 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 أسلحتهم أن يبدأوا بإسقاط العلماء، بل هي طريقة يهودية، هي طريقة يهودية ماسونية. إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماء أو شخصيات، بارك الله. فابتعدوا عن هذا الميراث الرديء واحترموا العلماء. والله إن يسعى الكلام في كلام الطعن فيهم إنه ما يكون نتيجة إلا إسقاط المنهج. فالذي يكره هذا المنهج يتكلم في علمائه، الذي يبغض هذا المنهج ويريد إسقاطه هذا الطريق مشعرنا، طريق اليهود وطريق الأحزاب الضالة من الروافض وإلى آخره. الروافض يبغضون الإسلام وما يقدروا يتكلموا في محمد عليه الصلاة والسلام، يتكلموا في أبي بكر وعمر وعلماء الأمة، يبغون يسقطون الإسلام. أهل البدع الكبرى يتكلموا وما يتكلموا في أحمد والشافعي، يتكلموا في محمد عبد الوهاب وابن تيمية وأمثالهم ليسقطوا هذا المنهج، بارك الله. الآن ناس ينشؤون في الصفوف السلفية ما شعرت إلا هم مشدخون في رؤوس العلماء. أو لماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ لو أرادوا الله والدار الآخرة وأرادوا نصرة هذا المنهج وهم يحبون هذا المنهج، والله ما فعل هذا المنهج. فلا تأمنوا هؤلاء على دينكم ولا تثقوا فيهم، بارك الله فيكم. واحذروهم كل الحذر، وتلاحموا وتآخروا فيما بينكم. وأنا أعرف أنكم لستم معصومين وليس العلماء معصومين، قد نخطئ اللهم إلا إذا دخل في رب أو في اعتزال أو في تجهم أو في تحزب من الحزبيات الموجودة. أما السلفي يوالي السلفيين ويحب المنهج السلفي، بارك الله فيكم، ويكره الأحزاب ويكره البدع وأهلها وإلى آخره، ثم يقع في يضعف في بعض النقاط، هذا نترفق به، ما نتركه، ننصحه ننتشله نصبر عليه نعالجه. أما من أخطأ هلك، لا يبقى أحد. لهذا تراهم الآن خلص فرغوا من الشباب، راحوا العلماء يسقطونهم، بارك الله فيكم. هذا منهج الإخوان المسلمين دخلوا في البلاد، أول ما بدأوا بإسقاط العلماء، وفي الوقت نفسه يدافعون عن سيد قطب البنا والمودودي وأهل البدع، بارك الله فيكم، وأسقطوا علماء المنهج السلفي، عملاء جواسيس إلى آخره، علماء السلطان إلى آخر الاتهام. إيش قصدهم؟ قصدهم إسقاط المنهج السلفي وإقامة الأباطيل والضلالات على أنقاضه. والذين الآن يطعنون في يقولون سلفية طعن في علماء السلفي، ماذا يريدون؟ إيش يريدون؟ يريدون رفع راية الإسلام ورفع راية السنة والمنهج السلفي؟ أبدا، هذه قرائن وأدلة على أنهم كذابون متهمون مهما ادعوا لأنفسهم.